رجعنا مع عبدلي شو تايم. رجعنا مع عبدلي شو تايم. وقبل ما نتعديه وللغناء وللراب اكزاكتومون حب نقول لكم زيادة اللي تفرجوا فينا مازال جمعة على ربحان الكهرباء. مازال جمعة ونبدأوا في القرعة متاع الكهرباء. كما شفتوا برشا كرهب السنة خرجوا. انت اللي تتفرج في دارك كيفاش تربح الكهرباء ذي فيات باندا ايزي طيارة. الكهرباء ذي فيها برشا اوبسيونات. كيفاش باش تربحها؟ تبعث حرف ا على 85 899 وتنجم تكون انت من اللي رابحين على الكهرباء ذي. وللمصداقية باش نوريكم توا الرابح متاع الكهرباء اللي فاتت. تفرجوا ونرجعوا مع بعضنا. عسلامة، مرحبا بكم في عبدلي شو تايم. اليوم نحن موجودين في شوروم ايتالكار البحيرة ويمشي نسلموا السيارة فيات باندا ايزي اللي ربحها سي مروان وشير. سي مروان مبروك عليك السيارة. شكرا، يبارك فيك يا عايشك. وبالمناسبة هذه حبيت نشكركم على مصداقية البرنامج، ونعتبر روحي اليوم محظوظ اللي ربحت سيارة باندا من نوع فيات باندا ايزي، واعطيتوني شواء باش نختار معناتها اللون اللي نحب عليه. شكرا مرة أخرى. سي محمد ريسبونسابل كوميرسيال في ايتالكار هو اللي باش يسلمك مفاتح السيارة وأوراق السيارة. سي مروان، إن شاء الله كل شيء بالبركة. دونك وانتم زادة السادة المشاهدين كانت تحبوا تربحوا معنا سيارة فيات باندا ايزي، ما عليكم كانت تبعثوا حرف أ على 85 899 85 899. دونك مبروك على مروان اللي جاء هز كرهبته من دار الفيات. والعاقبة اللي كنت اللي تفرش نجم تكون انت الجمعة جاية تهز كرهبة يا من هنا من دار فيات في أقل من جمعة. دونك أبعث حرف آ على 85 899. وتوا نمشي ولستاند اب مع أشرف الماي مشاكله مع الفيسبوك ومارك زوكمبيري وكاك الجماعة. تفضل. وروسكم يا رجال يكسبتي زوز خيوط انا في راسي نحارب بهم في الدنيا تحبوا تفضهم لي علاش عملت لكم واحد وجه ولا لهنا؟ مشيت نعدي في جمعه في بلاد الغربه والجو في المطار خصوا عليا الماء والضوء. داروا بيا اخوكم غادي ترى اوراقك ترى باسبورك مديت باسبوري. تلفت قال لي صاحبي اش تعمل لهنا؟ قلت له عندي كتبان صديق نتاع نيمار باش نحضر فيه. لاباس ما يسالش قال لي تونسي وتظومر برا قدامي للبي انا بير ودي ما يدور بيا حد يا ولد جو سوي تونيزيا وما الباسبور تحاميني راه الباسبور نتاعي ادي. قال لي برا قال له باسبورك حاميك احمد السقا باش تولي برا ادي شكون شاكي بيا فهمني. قال لي راه مارك شاكي بي انا مارك. قلت له يا ودي البلاد عبد كان بلا مارك. قال لي مارك نتاع الفيسبوك. مارك نتاع الفيسبوك اش بيني وبينه كان الفي وصلتو على النبي وديجا اكبر مني في اللاش وقدروا في البرتاج يا ولد. قال لي اسمعني ها وجايك احكي معاه نحن كيكا وتخل مارك مكبس راسه بمحرمه وحاط لقشه متاع قارس وشاف لي ترمى عند يا ابو شريف. قال الا الحاج البارك يا ابو شريف. يا ودي انا حاج البارك. قال لي والدي ما يتسبوش ما تكتب ليش. قال لي في كومنتير الله لا يرحم والدينا اللي عمل الفيسبوك على خاطر دوش عليه. قال لي هي الدوش بتسعة ملاير وانتم بتسبوني هنا يا مارك. قلت له وسع بالك يا مارك راهي هذيك حريه تعبير رانا عملنا ثوره نحن وهذيك حريه نتاع تعبير اراء هذيك راهي اراء لازمك تتقبل. قال لي نتقبلها. قال لي ما يسالش. اما قال لي كي نبدا نحوس انا في رزقي في اللاكي على الصباح عملت ترشريسه وقصد باب ربي نخدم على روحي في عود تعرضني. قال لي عالم نتاع ذره في عود تكتبوا لي على فيلسوف حاجه تصدع تعرضني كان هاي كسارونا هاي زربية هاي فوتي هاي كنبي للبيع عليه. قال لي اخي انا حالو فيسبوك ولا سوق لحد يور على مارك ما فهمنيش هذي يا مروكا وسع بيلك يا مروكا راهي هي شني حينا ميسارة راهي حينا ميسارة
وقت تشوف الدولار طايح وكورونا وناس يعلم بها كرب، هاني العباد تخدم على رويحة يا مروكة تشبيك تو. رحينا ميسارة قال لي وتخدم لا من حيث الخدمة، قال لي راكم تخدموا في خدمة اللطف يا ودي نهار وما جاب نهار وانتم شادين التليفونات تعبوا فيه كان في الحكاية التاف. عسلامة هذايا اليوم تاكسي ريتو ما حبش يقف لي، اوكي هذايا تاكسيها هاوكا كيما قاعدين نشوفوا ما حبش يقف، والاخر حرق صورتوه وفي تفيتا في الشجره هبطوه تعبوا فيك المواضيع يا مروكه. قلت له هذيك راهي صحافه ماهيش تخدم على روحها، بوليس يخلط مخر هاوكا نعاونوا نحن رانا حب الاطلاع هذاك رانا قاعدين نعاونوا نورمال. ميسالش قال مش نيه قال لي حكايه اللايفويات هذي كسيبتي، قال لي سيرفير فيه مليون جيجا يتيح عندكم انتم، قال لي ما يكفي ثلاثه قارات عندكم انتم وفيه سيرفير نهار وما جاب النهار وانتم تهبطوا كم في المواضيع التاف. كعبتين زيتون في صحن عملتوا عليهم لاي، الاخر تعارك مع مرته وشديته من شعرها حليتوا عليهم لاي. يا ابو قلبتي قال لي عائله منهم عائله ناقص كان طفل باش يسموه باسمي نهار وما جاب، حضرت على امه وهي حبلها بيه، زدت حذرت على امه وهي باش تولد بيه، زدت حذرت معاهم في وسط السبيطار وهما يتعاركوا على اسم الطفل. يا ابو قلب نحمد ربي كونك شو خزت باقي راني حذرت على التور. يا مره قلت له يا عجبكش يا مره كا هيك عليك تو الشيء هذا يا مروكه. يا مره قلت له راهي نساوي قاعده تعاند في بعضها ماك تعرف وليه. الاخرى تقول لها يا اللي ولدت نهار سبعه، قلت لها الاخرى تقول لها اسمع يا اللي ولدت نهار 15 يعني وليه. وقلت له عندك الوليه هكا تهبط انت في تصاورك انت ومرتك الجابوني درنا بيك نحن ما درناش بيك يا ولد. تلفت نلقاه لخلخ نلقاه لخلخ عمل لك صفار حمار ابيض، قال لي تسليش عني بي بيني وبينكم الفيسبوك هذايا نقسم لا ما عادش، قال لي سيحلف ويتكتف قال لي باش نحيها الفيسبوك جمله ونهبط الاعماق البحر الميت ونقص الكاب اللي بيني وبينكم، قال لي بسيميتو باش نقصه بسيميتو. يا مروكه قلت والعباد قلت وين باش تخدم، قلت يرحم والديه يا ودي نرمي الصفر والفوتيه بتاعها وين باش يمشي، ومريم الدباغ بالتاليه قلت له بالشامبوا بتاعها وين باش تشم، وين قلت له وين اشرف المي مش مشكل وباش نهبط استنى بيتي انا يرحم والديه. قال لي اسم على خاطرك انت طفل مزدت في بداياتك ونافح هاني باش نسيب الفيسبوك، اما رو الميسنجر انس الميسنجر راني باش نحي. يا باي قلت كيف باش نكتب انا ودي ميساج ونبعث صديقي هكا ودنيا ونخدم وتطو. قال لي الميسنجر قال لي خليني ساكت، قال لي انت ما نحبش نتكلم. الميسنجر قال لي والفضايح والكابتيرات والتسجيلات الصوتيه والدنيا ينتي بيده، قال لي اشرف المي عندك فضايح مروق الله لا يفضح حموم المروق مريق المروق خليه الميسنجر مروق الله يرحم. رجعنا مع عبد اللي شو تايم، رجعنا مع عبد اللي شو تايم، وكان تتذكروا سهرية الريفيون كانت انتر ميبل اعلنت على الجو نتاعها في عبد اللي شو تايم واعلنت انها باش تربح ان غانيو جايسه قيمه برشا، وتو باش نستقبلوا مع بعضنا صاحبه الحظ السعيد اللي ربحت ميبل دار كامله، نستقبلوا بعضنا سناء الشاوش. مبروك ربحت جائزة مع انتر ميبل. ايه تعرف روحك ربحت للسادة المشاهدين اي ربحت اثاث دار كاملة، ربحت بيت نوم بيت صالة بيت فطور وطاولة. اي فرحانة بهم؟ اكيد اكيد فرحانة. وجاو في وقتهم ولا؟ جاو في وقتهم. انت تزهز ولا معرسة ولا باش تعرس؟ لا ما زلت ان شاء الله قاعدة تحضر في روحك، معناها هذايا يعاون برشا برشا. اكيد. والجائزة هذايا تعرف شنو قيمتها؟ قيمتها ب 15000 دينار 15 مليون، نقدموا لك الشيك بيا دخل لنا الشيك. مبروك
مبروك عليك. ونحب نقول لكم انتر ميبل يعطيكم الصحه. ونحب نقول لكم الدلال ما يوفاش مع انتر ميبل. برشا دلال، برشا كادوات، برشا تخفيضات. سولت فيه تخفيضات كبيره وكادوات على اساس الدار الكل وحتى لا نوفيل كوليكسيون. وهذا الكل تلقاوه في لي شوروم تاع انتر ميبل، وتلقاوه اكثر تفاصيل في الباج فيسبوك انتر ميبل. اهو قدم لي ضيفي. اذا ليديز اند جنتلمان، حضرات السادة الافاضل، ما زال لقاؤنا بكم يتواصل. لنستقبل معا بكل فخر كوكبا ساطعا بدون افول في سماء اغنيه الراب، نقد لاذع بناء في كل اعماله للاوضاع العامه للبلاد، وهو بالبومايه فوق القمه الشماء وحب شعبه له يزداد. الى انا اليكم 50 سنت العرب، اسد البومايه والايرون مان، الكينج اوف راب كلاي بي بي جي. اهو منور يا مالك ثلاث سنين من عمري مشى وخسارة في محبتها، واليوم كيف قطع على روحي ندمت على معرفتها، زعما خسرت كل شيء في جر ضحكتها، أكثر أنثى غلبت علي وباش نحكي لكم حكايتها، تبعتها شفت الهول ماشي في هواها مسحور، خيبتني حتى مع روحي خلتني هي يمكن مهبول، زينها يصير العقول وأنا بها مذهول، وردة دخلت لحياتي فجأة بشكل مش معقول وأبيض لونها، قلبت لحياتي كلها هذلاقي كنت ممحونها، نعيش معها جميع ليام ندوان من دونها، ليهمني في العبيد والكلام وليت مجنونها، في مخي ترجمت كيف الوشم وليت العهد كل نوسي، قلبت لي حياتي جحيم، هزت لي صحتي وزروسي شيت انا اختصاص تحتي والله العظيم، وصلت صرفت عليها فلوسي بالرغم اللي انا مانيش سكين، ابيض لونك مزيان الكل كاسرار، معدي معاك الليالي وصار فيهم لي صار، عطيتك قلبي وانتي كويتو لي بالنار، طيحت لخشمي من بعد ما كان بولا، ابيض لونك مزيان الكل كاسرار، معدي معاك الليالي وصار فيهم لي صار، عطيتك قلبي وانتي كويتو لي بالنار، طيحت لخشمي من بعد ما كان بولا، وليت في حب مطمئن وليت عليها ندمان، وليت معروف مجنون وسكتي على كل لسان، خبيثات وهنسان على حبك ندمان، قد ما حبيت قد ما كرهتك تو نقول لي في لمان، لين نموت ما نحبش الراك من اللي عرفتك وين قاسي، زدت لي عقلي صحتي معك وخيبتني مع اهلي ناسي، نحرق بالنار قلبي اللي بغاك يصب الشيب اللي في راسي، خسرت الكل طبعت خوتك حتى مع ربي صرت عاصي، في بالي بيك مبهم وتقولك لا يا حبي غني، وتقولي شكا من الانثى وفي البومة يخبرني، كان حللت الاغنية هكارك ما تفهم المعاني، خاطرني معرس وعندي مرتي وعايش معاها متهني، وردة الموت اللي نحكي عليها هي البيضة ديا، الحمد لله غلبت عليها كي ربي يقبل دعايا، وانتي اللي قاعد تتصنت خوذ العبرة من الحكاية، رد بالك تحصل تغرك ويصير لك مصارفية، ابيض لونك مزيان الكل كاسرار، معدي معاك الليالي وصار فيهم لي صار، عطيتك قلبي وانتي كويتو لي بالنار، طيحت الخشبي من بعد ما كان بولا، ابيض لونك مزيان الكل كاسرار، معدي معاك الليالي وصار فيهم لي صار، عطيتك قلبي وانتي كويتو لي بالنار، طيحت الخشبي من بعد ما كان بولا، كلاي بي بي جي مرحبا بك. كلاي صديقي وصاحبي ولد حومتي، لكن حضورك ديما هنا مش على خاطر صحبه ولد حومه، غير عاطفه بالخدمه ما نجيش ما عنديش جديد صحيت هذيك، خاطر برشا يشوفك توا هنا يقول مش كان هنا هذا اللي مده، كنت هنا في الديبار نتاع الالبوم وجيت هوني معناها في وسط الالبوم في زوز اغنيات في جمعتين الزوز توندونس نحكيو معناها على باش نحكيو ما نجيش انا نشكون لا باش نحكيو خدمه باش نحكيو من غير عاطفه معناها هذيك لا فماش عاطفه العاطفه هذيك في الدنيا في الدنيا هي بعد معناها ما نكملوا اليوم معناها بالرغم من المشاكل اللي صارت لك الكل والمشاكل اللي تعديت بها مريت بها
كلايبي بيجي مازال عنده جمهور كبير، مازال عنده جمهور قوي يجي وراه الحمد لله. مازال عنده اليوم زاد ما يقول اليوم ما عندك زوز غنيات هبطوا بريسك ديستانس فتره قصيره. اكيد انا خويا معناها من اكتوبر 2020 في ريتم كل جمعتين اغنيه، يعني في الشهر زوز اغنيات، في العام 24 تيتر. لكن الغنيات هذوما الاخرانيين من البوم الجديد؟ الغنيات هذوما معناها حسوهم الناس مختلفين، على خاطر كلاي اول مره يغني معناها بالستيل هذاك، واول مره شفنا كلاي يوصل فيه ميساج معناها. لكن كلاي الحقيقه في ميساج سيرتو الغنيه هذه اللي شفناها ورده الموت توندونس هي مازالت كي هبطت وعملت هذايا بوليميك. وماناش متعودين كلاي في نوع من الرومانسي هكا. هذايا هو الموضوع اللي باش نوضحوا اليوم. مش متعودين نشوفوا خاطر اللي ما يعرفش وما قراش وما شفرش الغنيه كلاي. صحيح. وباش خليك انت تقول لانه هذا اليوم ممكن في البرنامج هذايا انت باش تعطينا معلومات من روحك للروح. من نفسك من على روحك على كلاي على اللي عاشوا كلاي. صحيح. هل تحكي على وحده حبيتها وغدرتك؟ هي من ناحيه واحده ما ماهيش امراه، هي مؤنثه. هذا اللي يحبوا يعرفوها العباد. هي هذه القصه الحب اللي تغني عليها وغدرتك كلاي. أنا تحكي في موضوع كبير وحساس، ماكش تحكي في موضوع صغير وماش تفاد ليك. مش معناها فازه، مش فازه بالعكس. قلنا ماهيش امراه باش تطلع فازه الضحك. خدمت لها خدمه انا وديجا. فازه خطيره جدا بيان سور وخايبه، وذلك انا علاش خليت العينين كل عليها من ديسمبر نعملها في بيوب. جاي الموضوع هذا قبل ما نكشفوه للعباد. وقتاش قررت تحكي عليه وعلاش قررت تاخو الريسك هذايا وتحكي به اليوم اللي انت كنت نجم تسكت عليه الموضوع هذا؟ ما نسكتش عليه. علاش؟ على خاطر انا نلقى معناها روحي في الديبار نتاع الراب. الديبار نتاع الراب ضربت لي اغنيه انا محمد امين حمزاوي، شو تقول؟ جيبوا لي بلا كان حب الزكاه كانت كيف عادي من غير دراك. هذايا قلتها وقت اللي عمري انا 20 سنه ونغزر للدنيا بنظره نتاع طفل عمره معناها 20 ولد حومه، فهمتني؟ من بعد مشيت معناها للكوتي نتاع معناها الكلاشات والحكايه اللي مع الدوله اللي مستحيل تتبدل، على خاطر القضيه هي بيد كي يتصلحوا هما تو معناها نصيبوهم. من بعد لقيت انا معناها متاثرين بكلاي برش وصغار. كأنك زاد سامحني قسيت عليك، كان قبل قول ما نصلح خنصلح روحي. صلحت انا روحي كي تاكدت. علاش؟ على خاطر الموضوع اللي باش نحكيو عليه تو معناها كي باش نقول لك شكون معناها كي باش نسمي اسمع حاجه ذي المرض نتاعها يتنحى بالطب. الحمد لله ربي انا حبني، تعذبت شويه غلبت روحي، لقيت روحي انا جيت قدامي مره واثنين وعشره، لقيت روحي عباره عمري معناها ما استعملت الشيء هذاك. حسيت اللي انا غلبتها وحسيت اللي قداش المرحله هذيك خايبه معناها واللي معناها غلبتها بسهوله؟ لا مش بسهوله الجمله زاد مش بسهوله جمله. سامحني توا زدنا عقدناها. نجموا نقولوا على شنو قاعدين نحكيو؟ نجموا نحكيو ونقولوا على معناها الادمان نتاع البيضه الكوكايين. شم معناها كنت؟ كنت نشم على الاخر الحمد لله ربي معناها حبني، وجات معناها المراه اللي بالرسمي من اللي عرفتها بدلت لي حياتي معناها جمل. قبل معناها ما كانش عندي اللي يعمل فران ميمتي ما في بالهاش بالسرق، فهمت؟ اما مش عبد عايش معاي، فهمتني؟ اللي يعمل فران اللي لا وصلنا معناها تعاركنا وصلنا كذا. اما في فتره الخطوبه ملي خويا عرست الحمد لله وانا غالبها من اول نهار كتبت خلينا نحكيو من الاول كلاي خلينا نفهم الموضوع. اش وصلك انت اليوم للكوكا للشم؟ مش هي وصلت عاد خلينا نحكيو احنا القضيه هذيا نتاع المنظومه كامله كي باش نحكيوها احنا معناها كايها ناس برشا شباب كيفك باش نحكيو نحن برشا شباب يتاثر برشا شباب قاعد يتفرج. كي قلت لك انا على المنظومه معناها الكل مش باش نخرج معناها عباد ملايكه وعباد شواطر، باش نحكيو البير وقتها باش يحكي لك عبد عاش فيها مع هذيك وعايش في تونس. احنا كايها شعب في حومنا في بريود الزين الكلهم الزتله، خلينا نكونوا معناها واضحين في معناها في الحوم الكل والممنوع مرغوب به. من بعد في الثوره صارت فجأة عامين ثلاث سنين بعد الثوره تمشي خويا اللحام نتاع لعبه تحب نشتاقوا من عنده يقول لك ما عنديش عندي كوكا. كيفاش وصلت له؟ وشكون اللي دخلها؟ اللي شادين البلاد في معناها في البعثة في برشا بعثات دبلوماسيه وما يتفركسوش السكان نتاعهم خاطر عندهم حصانه. الشيء هذاك ما ينجمش يجيبه واحد زوالي،
اما تنجم تدخل له لحومته باش تحطمه باش يولي هو مريض باش يبدا بالكوكا من بعد يتيح للمسخن بعد يداوي روحه بالسوبيتكس. هذايا كل خدمه نتاع منظومه باش يدمروا الشباب باش يدمروا الطبقه الوسطى باش تلقى ناس غنيين وصحتهم جيده وتلقى ناس في الحديث ومعناها وبره ودمان وكل شيء. فاهم؟ انا حابب نوصل ميساج للدوله التونسيه راهو المدمن انسان مريض ماهوش معناه انسان مجرم باش تحطه في الحبس. انت خويا كي تعمل مراكز انت علاج وتحط فيها المدمنين اوتوماتيكمون احنا نحكيو هون على خطه ناجحه باش تسير النظام نتاع الدوله كامله باش نقول لك كيفاه. فهمتني؟ انت خويا معناها الدوله باش تعمل مراكز نتاع ادمان، الناس اللي معناها على الاستهلاك في عوض طيشهم في الحبس باش تحطهم في المراكز هذوك، اول حاجه الحبوسات باش تتفرد، الناس اللي معدين الربطيات الطويل باش يلقاو رواحهم معناها خير، العوان باش ينقص عليهم الضغط. فهمتني؟ علاش؟ على خاطر معظم اللي في الحبس على الاستهلاك ماده مخدره. معظم اللي في الحبس مدمنين تساوي مرضى. فاهمين؟ واضح. فما عباد معناها كي نقول انا الكلام هذا يقول ماك انت كنت تنجم. لا، المدمن عادي يجيك اليوم يقول لك بطلت. جمعتين ثلاثه علاش؟ اوتوماتيكمون كي تحطه في الحبس باش يبطل، اما مش باش يبرى. هذاك عليه في الحبس ما يلقاهاش يبطل، دو ما يحط ساقه في السيفيل المونك وبدنه اللي يوجع. باش يمشي داويه. خلنا نوضحوا كلايا. كيفاش طحت للكوك؟ طحت خويا للكوك لقيتها في الحوم. قبل كنت نمشي للحوم نلقى لعبه وليت نمشي نلقى كوك. وين معناها كي حكيت تكايه نحب بين الناس ياخذوا الحاجه الباهيه اللي نحكيو فيه من الاول. معناها خاطر شوف ما باش فاهمك عليه. ماهوش في مخاخنا نحن في مخاخنا الناس اللي ما تعرفش كوكا وما شافتهاش والناس اللي تتفرج. توا تحكي في موضوع خطير جدا خطير ويلزم الشباب يكون واعي بالشيء هذا. في مخاخنا نحن الكوكا اليوم فنان تخلى لقاها في حفله كبيره تخاها في دار فنانين هذيك اخويا قبل الثور تخلى لقاها البذخ وفنانين كيف دي زوم دافير وناس وبنات ولقاها اسحنه وريقه تاع ناس سخونه معظمهم طايحين على اولاد الحوم اللي ما عندهاش فلوس بتجري كوكا وتجري في الكوكا. يا صاحبي تشري ويمد لك بلاش من الاول باش يحصلك باش من بعد تمشي تسرق وتخطب باش توفر باش تنحي المونك نتاعك نحصلك انا نبيع لك خمسه انا جرامات من الاول باش تمرض كلايا يجا خلينا نفرح بيك صاحبي ابلع الماء ابو عميد يجا نفرح بيك وهو يضر فيك من الاول معناها في البريود الاولى حاجه باهيه حاجه جديده ما احلاها من بعد وليت يلزمني نعيش بها لمده عامين راه باش تفيق باش تنجم مش باش نحي الوجيعة اللي في راس اي انا مثلا كان جات فما مراكز علاج وبالمناسبه باش نحكي لك على مركز علاج كان تحب نوري لك فيديوهات مخك يقف مركز علاج فهمتني فما لا اله الا الله كي تمشي تشوف لاباري نتاع السوبيتكس بجنب المركز علاج اللي في منطقه من الجمهوريه اتاو كي تويتي نحكيو فيها كي نلقى عباد قادره باش تصلح فهمني الخطوره انك قاعد تحكي معناها كانها تو موجوده في البلايص كل معلم اغزل لي راني قاعد نحكي لك في موضوع اول مره باش تحكي في التلفزه ما نحكي لك من واحد كان في التجربه هذه واسال مجرب ما تسالش طبيب الجمهوريه التونسيه كل الطبقات الكل لحوم معناها اللحية الراقيه الكل فما دي برودوي شيميك والدوله في بالها وتلف المشكله يحطوا في المستهلكين يحط في المتضرر ويزيد يضره قص الراس خل تنشف العروق يا شخو انت معناها المدمن راهو انسان مريض راني انا كي نحكي لك والله شوكي كي نحكي لك علاش على خاطر انا كي معناها يبدا راسي وقتها قبل يوجع نمشي كي نستعمل هذيك شفت في البريود اللي تتنحالي فيها الوجيعه نبدا نلوج على حل كيفاه باش نبطل فهمت حتى لي نتعاود ترجع الوجيعه الاخرى ونلقى روحي مرقله فهمني راهو موضوع خطير راهو انت معناها كي تطيشوا في الحبس انت ضمنتوا عام مثلا باش تعديه عام على الزطله على الاكستا على الكوكا على اللي هو عام في العام هذاك ماهوش باش يستهلك اما ما نحيتلوش المرض من بدل ما داويتوش فاهم ماهوش هذاك الحل كيفاش خرجت منها؟ خرجت منها برضاية والدي والله لا عندي حتى تفسير باش نقول لك انا ايش عملت خلينا مرضاية مشيت والدي مشيت انا معناها لامي قلت لها كي صرحت امي معناها قلت لها راني قادم على عرس امي راني هكا وكا 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 قالت لي راهو ديجا مرتك معناها قالت لي على خاطر مصلحتك وما نحبكش تغش عليها قلت لها لا بالعكس توا معناها لا على خاطر مصلحتك ولقينا لك حل انا معناها ومرتك عديت حبس دار مدة 5 شهور شنو حبس دار أنا معناها كل شيء تليفوني ما فماش في البريود اللي ما هبطش فيها الموسيقى كي يرجعوا الناس تو يعرفوها البريود فهمتني عديت خمسة شهور نضرب في راسي على عيد
حالتي سكروا عليك حاجه؟ انا معناها وصيتهم وقت اللي انا وقتها مستعمل على خاطر وقتها اللوز على حلك باش تشدني الوجيهه ما عادش باش يوقفني حد. تسكر الدار. شو صرت عملت؟ انا عيطت امي انا نسمع فيها من وراء الباب تبكي صح. انا كي لقيت روحي انا هكاك خسرت اوتوماتيكمون كيما كنت انا فما 10,000 ديجا وفما 8,000 باش يجيو و 5,200 ما زالت باش تقتلهم الحكايه. من بعد سي بون كي تنحى كل شيء خرجت. انا هو اللي بكيت ونبوسلهم في ايديهم وفي ريوسهم وكل خاطر بالراس. خمسة شهور كلا. هي ما ينثى قاومني عليها ثلاثة نساء وثلاثة للات نساء. امي واختي ومرتي. والله صح. والله. الحمد لله هذا كان عليه. كي حكيت معناها انا من الاول عارف الشعب التونسي كل حابب عيد الحب وحابب هذوكم ربطت لهم من ديسمبر قلت لهم راني باش نحكي على 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 انثى مش على طفله ما قلتش طفله في الانترفيو في على انثى الناس كل شاف في بالهم على انثى عاد على على انثى تعبتني وكذا وكذا وغلبتني عليها مرتي ودارنا اللي انا ديجا حكيت حكايه دارنا قبل كيفاش تعبت امي وكيفاش كذا اللي انا ربطت بيناتهم بجمعتين بديت بالسيناريو حياتي اللي ما يعرفوش الناس من 17 مارس 1991 في حكايه حكيت لهم الحكايه ومن بعد حكيت لهم ورده الموت وبديت لهم من الاول بسلام وحكيت لهم الحب ومعنى كلمه الحب اما في الاخر اللي باش يركز اللي يجي باش يهديها لصاحبته ويهديها لروحه باش يقوي روحه على الحاجه هذيك كلاي نحن حتى حكينا معاك في الكواليس حسينا كلاي جديد كلاي وحدي الحمد لله وفي الموسيقى بين في الخدمه بين في الرزانه بين معناها في المعامله في الكلام الحمد لله وصلت حتى كلاي شفتك في جامع الزيتونه تصلي صليت هذيك على حاجه اخرى هدايه من عند ربي ولا علاقه بهذا اوتوماتيكمون انت كي باش تصلح من روحك ربي معناها سبحانه ديجا قال ان الله لا يغير من قوم حتى يغيروا ما بانفسهم بديت انا ربي سبحانه زاد عاونتك صليت عاونتك على الاخر على الاخر رجعت كيما كنت انا قبل ما نستعمل هذيك عباره 3 سنين من حياتي وعامين هذوكم تاكيد شو ضيع كلاي شربح اليوم؟ لا انا معناها ديجا وقت اللي انا طايح لها ديجا ما غزل لي خلينا نقول لك السبب اللي طحت لها شنو عاد نرجعوا وقتها وقتها اخوي انا عندي وقتها بالضبط 5 سنين موزيكا يمكن ولا 6 سنين في 6 سنين موزيكا الدوله خدمتني عام لولا في 6 سنين موسيقى كل ما نخرج في الشارع عندي مشكلة على خاطر اغنياتي وليت انا كي جربت هذيك حاجة نهرب بها كي نقعد وحدي ما نقلقش كي نتحصر ما نقلقش الخدمة من الاول تجبد منك طاقة باهية من بعد ترجع لك طاقة خايبة على الاخر وعمرك كامل انا اول معناها مرة نمرض بزرستي في حياتي في العمر هذا في جرتها هي صح فاهم فما برشا حاجات مربوطين معناها ببعضهم وماذا بيا اللي صار لكلاي ونحب نقول لهم راهي غناية وردة الموت، فما شكون تغشش خاطر طلعت ما تحكيش على صاحبته. أما راهي تحكي لك في حاجة كان ما عشتهاش. راهو عندك صاحبك عاشها، راهو عندك شكون من العائلة باش يعيشها، راك أنت تنجم تحصل لها ورد بالك منها. راهي هذيك الأنثى أم خويا الخبائث الكل صح. الشراب أبو الخبائث وهي أمه. ردوا بالكم وكاو. ما نقولش الوالدين ردوا بالكم ردوا بالهم على صغارهم على خاطر موش بيديهم لكن ينجم بالسرقه صغير لكن اما معناها صغار لازمهم لكن بعد هذا الكل ربي يهديك والدنيا كانك مازلت تحرض على الزطله شوي كيفاش؟ فسر لي عاد انا اخويا مسؤول عن اللي نقوله انا مش على اللي تفهموا انت عندك غنيه اسمها جونتا وهبطها قبل ورده الموت اللي تحكي على كوكب العان الغناية اسمها دور جونتا العنوان باش نشد الناس اللي يحبوا يدوروا جونتا وقت اللي تدخل انت في وسط التيتر اش تسمع؟ باه سيستمكم يقلق فينا بالشيخه يغرق حومنا تضرب في العرق انتم قلت لهم تجار السم السم في الدسم تعرفوا تحط له دور جونتا كي يدخل يسمع تلقاك انا ضد شفت انا كيما اغزل راهو حتى الدوله مثال جاوبتني لا لا ابار خلينا نزيدك حاجه 30 سنه على خاطر جونتا عليه في مركب رياضي في الالترا فورد هو قد في مركب رياضي ما حميتوش انت مليح كدول سامحني في كل انت تعودت جات بريود انك تخدم شيخ ايه؟ تعمل موزيكتك شيخ ايه؟ شيخ معناها طاير مقلع على فكره راهو غزل لي راهو التوبات اللي ضربوا بعد ما بطلتها هي راهو من الناس في بالهم نحكي على حكايه صارت عمناوي ولد عمناوي أنا بيتي في بالي جديده لا فوالا فما معناها هو مع بيت شفت في العامين اللي قاعد نتاكد انا فما حتى شكون رابريت يحكي واللي انا ما زلت اما انا وقتها بعيد اما 3 سنين اللي حصلتهم ديجا معناها مكبشين راه فهمني
اما راني معناها من اليوم كلاي تلقى من روحك عرست تلقى روحك في عرست قاعده وتحط عرست انا عندي توا معناها ثلاثة سنين قبلها مع مين تاكيد به كنت تلقى روحك في قاعده فيها صحن ويحبوا يفرحوا بيك جاي موز دي مخك يا اخي غلبتها قلت غلبتها فهمتك وفرصه ما عادش تتعاود علاش سكنتها انا روحي كان باش نعاود نجرب يعني غلبتها مره راني ما عادش باش نعاود مره اخرى مرة وحبني ربي ولا يلدغ المؤمن من الجوع مرتين صح باهي نرجعوا موسيقى موسيقى على الاخر حكاية حكاية تيتر حكاية تيتر حكاية اي حكايتي قبل التيتر هذايا فما تيتر حكاية اضرب اي ده قبله هو معناها بجمعتين اللي انا مبسس فيه الوردة الموت فهمتني تيتر معناها حكاية حكيت معناها الفاز على خاطر الناس في بالهم اللي كلاي يعرفوا قصته من اللي بدا معناها الراب فهمتني عجب معناها 10 سنين الموسيقى يعرفوا خويا قصته فهمتني انا جيت قلت لهم الناس يقولوا عليه كلاي يتقبح علاش كلاي تحسوا ديما يحكي على الوجيعه علاش كذا جبت لهم علاش حكيت لهم كيفاه انا من اللي انا جانين وتولدت 17 مارس 1991 كبرت انا للدنيا حكيت لهم على امي وبابا حكيت لهم كيفاه كبرت كيفاه قريت كيفاش كذا والمساج في الاخر قلت لهم وتوا قلت انا معناها كي حكيت لك الحكايه هذه مانيش نخرج في روحي بطل ما نحبكش تغزر لي قدوه ولا تضرب بيا المثل حكيت لك باش تعرف كيفاش تعارك بشرف ما تتذل وتعرف اللي بخلاف الموت الاكبر كل شيء عنده حل هذه الاولى وفي الاخر بعد ما حكيت له الحكايه وبعد ما سمعتنيش حكيت نقول لك كيف تنحي الكيت خمم في حالك 10 سنين القدام مهما قلت له عكستي كي جيت ما نسمع كلمه عيد لازم حالي خير من توا والسلام عمري 20 سنه قلت لهم جيبوا لي بلاكه توا نصلح فيهم وبخلاف الموت كل شيء عنده حل وما تغلبنا حتى شيخه في العالم نجمو نرجعوا نسمعوا كلاي بعد ساعات توا في جديد في كلاي جديد انه كسبان كل كلام زين السبان هذاك بطبيعته راهو لم دخلوا شيخه لم دخلوا صلات فاهم راهو ديجا حتى من قبل ما نوم يلزوك يا ساعه هذيك حاجه اخرى راهو غزل لي موش في جره شيء صاحبي كي تشوف انت العواج كيما توا تبدا قاعد 30 سنه حابس على جونت الاولى يتعاركوا الغادي في المجلس وينطروا في التليفونات بعضهم يا صاحبي تحب انت الماكينه نتاع معناها تحب انت سامحني خلينا من السيستم نزيد الحاجه انت على الكلام الزايد موجه للدوله وخصيصا للمجلس تحب انت الماكينه نتاع قوية التحليل تتفرقع ها الماكينه نتاع التحليل تقيد ركور عالمي عدي خويا النواب الكل على الماكينه هذيك تحليل تو تتاكد اللي الشعب التونسي نظيف على النواب نتاعو الدم نتاعهم تو تحكي سيريو والله ربي العظيم انت ريت ناس ما غير ما نسميه ولا سامي اسامي كبار تضرب في الكوكا صاحبي هكايا واحد ما يحرقش قبره بيده وكايا ما نحبش نخرج انا الصباب فنانين صباب لا صاحبي يا ربي راهم مدمنين ما همش مجرمه حتى كان فنانين والا سياسيين والا شنو انا حتى يقولوا في ميداننا زاد ولات حاجه صاحبي ما اغزل لي ما دام فلاح وم وصلت ما دام فلاح وم فم اوتوماتيكمون اش باش يصير اما راهو هوني كي قلت لك فلاح وم راهو حومنا مرضى راهم حتى كان فما فنانين طايحين لها راهم مرضى راهم مش حاجة باش نكلاشيوهم بها مش حاجة باش نعايروهم بها لازمنا نخرجوهم من المحنة اللي فيها صح باهي كلاي نبدلوا الجو نسمعوا الغنية حكاية غنية حكاية ما تبدلش الجو تزيد توجع عم ميسالش ميكم فن ما نحبوا نسمعوا انا نحب نسمع اوكي تفضل اي مارس 91 في حومة عربي الحكاية بدات حكاية كوب العايشين بسطرة ربي وسط العباد عذاب الدنيا حاملين بمحبتهم غلبوا المعاند يا اخي ربي رزقهم في الحين ولي العهد لهم انزاد في عيني هم شالونا حوم فهمهم وكلون بالرغم ولا لكنهم عمرهم من حاجة حرمون تعبوا عليه وقرروا الاول في كلاس وشافوه أول مرة في نجاح وشاف الدمعة في عيني مبور شاف أمي بدو كنسة تتعبها اللي تعبته عليه تشال كي شافت وليدها ناجح بعد الطريق تعبها اللي طوال ويشوف يبوه فرحان يتفوخر بيه وسط الرجال تعلم أول درس في حياته اللي ما أحلاها تنية الأحلال وبعد مزيدة ويامات في آخر التسعينات ربي سبحانه كتب مولود جديد للعائلة ينزل ليك ضويت الفرحة اللي تفات هادي يا من عالي دهدات ما يا غالية مصرارة ست لكل اللي تلبنات
عاشوا سنين ما احلاهم يتمناهم كل انسان صغرونتهم كبرت ونجحت سيد ولت لليت نسوان وفي اكتوبر 2004 سمان قرر عليهم يدوان رب العائله ساعته وحضرته هكا يا شاء الرحمن الوقت مرار عليهم دار ما فهموش شنيا اللي صار لكن هذه حكمه ربي ما عليها ملامه ما بين ليلة ونهار حياتهم صارت كوشمار أمهم صارت مسؤولة على زوزي دمع حربت الدنيا وعبدها كيما كان رجلها حي ما عملت شي كيما نددها ما خمتش في العنسية بي وحلفت حتى الماماتها شرف رجلها يبقى كيري تعبت ما طلب قررت ولادها وما خلتهم مستحقين شي والحمل على كتفها تشيل حملت تتعب ما حملوا رجال تطلع ترخم على الدنيا قلبها بقلبها زمان شقاها الطويل وكلت ولادها الأحلال بالرغم الميزيريا والعيشة الكلبة والولد تشوف في أمه كيفاش الحمل عليها تقل كيفاش تحارب وحدها في الدنيا وماكنها الغل كيفاش لبعاد متشمطة ولا قارب ما عادش في قبل كيفاش في نهار العيد حتى حد عليهم مسئل حسب القهر وبكاك الزمان عليهم تسير والدهر ورى لهم أرجع صيفاتو من بيت استحب الكرير سقفها يقطر بنده قرر يحارب الدنيا اللي بكيتو ناقم في كل متحلف وسط ناس وعايشة غريب عالت قليبهم انطلف راضي بالقسمة والنصيب قال لازمني نحرك نتصرف معاون امي والفلوس نجيب وتعلم ثاني درس في حياتو اللي في الشدة ما ترقى قريب فل على زوز نسوان وقرر يسترجي اليمان ويعاون امه على الدنيا ومعاناتها رغم اللي ناجح متمان قال للقراية في لمان بالشخطو صغيرة كملت قرايتها خرج للشارع تمر تسادك ساحة الدنيا نكم تخلي بوكسي في سالة يرتاح وقت اللي يشوف الدم مشي نجمي حامي على روحه لا يستحق لخال ولا عم خدم الشانتي خدم المرمى ودار على جميع اللي خدم بعد تعدى بستاج السياحة في الحومة وفي الفيراجات عيشة ثق لايف مية في الساعة برشا مشاكل توقيفات كل يوم قيرة في الحومة مع المراهقين ولندات فبموتر دم الحكومة في زناقي وسط البلاد سيب على الطريق ذريعه من اللي والد وعلي غاب ما يكبر في عينه حد مراهق ناقم زيد معصاب كل ليلة مصبح يا من في راس الزنقة مع الاصحاب كاسك وكسر في والكمان ينحي الخنقك يسمع راب ومرة جرب كتب غناية وقال عادي شبيه خنم شي جري نسمع حال اصحابي بالسرقة ضحكوا عليه وحسن مشان يدور عليه قالوا كيفاش وكويك وتحب ترابي ياخي تعارك مع اصحابه والشيطان بيناتهم احضر ضرب بوني وسبانه أول مرة يطيح على قدر قال لهم تعرفوني معندي وراسي أكسح من الحشر يجيكم نهار تحفظ غنايتي إن شاء رب البشر حسب الدنيا ضاقت فيه مع الزمان متحامي فيه حاسس روحه متاع أمه لحبيبة شد الرجل وربي هديه قال نرجع نخدم عادش فيه وأوقات فراغ وعباها بالكتيبة ويشوف في أمه من الخدمة الصحة متاحة قاعدة تتهز رجع يخدم بشي عاونها وحمل الدنيا معايز يخدم من ستة للستة سرد البرد في بدنه ينس وكي روح يجبط لك لمه وينحت بيه فاش قاعد يحس ومن بعد بعامين جت ثورة الياسمين وقتها بالضبط عمره 20 سنة حكى باسم المتمردين وكتب كتيبة في الحين وأول مرة في حياته يهبط الغناء عبت ارتيست تونسي وهوني نعيش في عيشة ساك ومن بعد كل طرح أمه قال الدولة ما ضفك ومن بعد كتب المكتوب تعرف على الحمزاوي في باقا وبدا طريق النجاح بغنية العشرة والسكاتاك في 10 سنين موسيقى اللي صار كل في بالكم بيه ورجع لغناية 1 مليون حتى وتالك يحكي عليه في الاخر اخته خرجت استاذة امهم فرحانة بها وبيه وربي حبب في خلقه على خاطر مرضي والديه كحكيت لك حكاية هذي مانيش نخرج في روحي باطل ما نحبكش تخسر لي قدوة ولا تضرب بي المثل حكيت لك مش تعرف كيفاش تعارك بشرف ما تتذل وتعرف اللي بخلف الموت الاكبر كل شي عنده حل ومن بعد ما سمعتنيش احكي تنقل لك كيف تنحي كيد خمن في حالك 10 سنين القدام مهما عكسبتك يشقيت ما نسمع كلمة عيد لازم حالي خير من توا والسلام برافو كلاي صحة غنية نفهموا بها برشا هكا خلاص روح الزبدة روح الزبدة عطيتنا فيها برشا حكايات كلاي
نعرفوك مغروم بالبوكس، اسمك تاع بوكسوريت ديجا. عاقل انا طفل عاقل. عاقل لك ما قلناش مش عاقل، مغروم بالبوكس انت؟ قبل لا يبطلت عندي هذاك علاش بعثنا معاك محرز شاكلو. اي. صور معاك غرام ستار، شوفوا غرام ستار ونرجعوا معاك لايف بي بي تي. روبريكنا مازالت متواصله من غرام ستار، واليوم الانفيتي نتاعنا بوكسور. ايوي بوكسور من غرام، وبدا في البوكس ومن بعد مشى للراب. باز راكم الناس الكل عرفتوه، ماهوش محمد علي كلاي، اما احمد كلاي بي بي جي، وربي يقدر الخير. والتسع ساعه نتاع هذاك الكل باش تشوفوه في غرام ستار. كلاي منورني صح. بوجودك خويا. زرتنا البركة. زرتنا أنت يا عاد. مرحبا بك بالسهلة. زرتني أنا البركة بحداك أنت. أنا أحمد بن أحمد، كي عمري أنا 7 سنين، عندي الوالد ديجا معناها بطل تونس محمد بن أحمد الهمام، معناها شامبيون تاع تونس. ما شارك حتى معناها في خويا كومبيتيسيون برا، اوتوماتيكمون ولد الفار يطلع حفار، ولد البوكسير يطلع كلاي. كنت نترينا فرد كيب انا ومحمد الهرمي، اما محمد الهرمي معناها هو كيما نقولوا سينيور وانا صغير وقتها، فهمتني؟ بعد ما مات بابا تلانيت مع محمد خماسي ديجا، شاركنا في شويه معناها كومبيتيسيون، بعد الشارع يجبد من بعد الاصلاحيه تصلح. من 2007 عرفت متملح ليه بالراب باركة، اسمي كلاي، هزيت على خاطرني نحب البوكس، هزيت كلاي. وتسميني على خاطرك بوكسور وانا كلاي. انا عيطولي اصحابي كلاي، مش انا معناها يعيطولي كلاي. محمد خماسي تنجم تسالوا علاش، على خاطر انا كنت ميزان مش هكا، مش كيما ما كنتش بوالور وانا كادي. بابا معناها يوري في السيكونس اللي حبتني في كلاي، كيف هو عمل كاويس، كيف بالادفيرسير نتاعو ما مسوش في الاخر، عمل له هكا كوم كواتا. انت عملتها هيك نعملها ما تحط برشا مرات كي نجي باش نعمل. الغرام ما داير بوكس كرهوني فيه في تونس قبل. ويا اخي ولا عندي غرام وجعت فيه والحمد لله، مش منقول في دول من الناس دول. هذيك ولات مهنه. اما انا غرام الناس الكل في تونس يعرفوك كلاي الرابر. اي يما سامحني انا. ما عادش غرام. غرام هو هذايا. واحد انا من الناس نرجع نبوكس ساعه معناها روحي يبدا عندي نيفو باهي، باش من بعد نشوفوا رابر من فرنسا نحطوا 100 الملايين ونلعبوا طرح. حجيلي اسمع تعلم المزود حبوب هذا بالله لي ليه هاي اغزر له برا. حاب خويا باش ننسي دي فيه هون يعني مش معايا انا. لا مش معاك انت، عندك انت. لا عندي. باش نحطوا احنا بسكونه من بعد هون، باش نشوفوا ال 125 كيلو تصورها بالكاميرا، ونحسبوا 6 شهور من الحلقه هذه، ونشوفوا قداش خسرنا صح، وعلى البسكونه مره. بالنسبة لكلاي باش يعمل اون شوت دو بوا باش يطيح في الميزان، وهذا ان شاء الله باش يكون ان ترافاي دو جروب، اون ايكيب كامله نخدموا بعضنا ستاف، حضروا لي بلانيفيكاسيون كيفاش ياكل كيفاش يعيش في كل شيء. احمد 13 سنه بعد على البوكس، وقف برشا، مي لي تكنيك خاطر هو ذكي، مخه رابيد برشا احمد. معناها ريت 13 سنه كي تحطه توا تقول له حط معناها اخدم لي تكنيك كذا يخدموا ديريكت. جاب حذاء وحابين نعملوا ام تي تيست، فهمت باش نشوفوا معناها برك الله معناها التكنيك نظيفه معناها بالقدام، رغم اللي 13 سنه عندهم اللي واقف، التكنيك مازالت موجوده والفور سيرتو عنده قوه بدنيه باهي. دونك قعدت برشيخ لحظه برك تفرجوا فينا، راه ما تقابلش بعضها، خذيت له بخاطر خاطر انا وزن الريشه اللي انتم تراو فيه بوالور ما شاء الله. وزن الريشه تو نعمل لك لا مش فايده في هاي برا هاي ما تبكيش هاي هاي ضرب المخ يا
سايب بطلت عليه مسككم. شفتوا غرام كلاي كيفاش؟ ان شاء الله ملتقانا بعد 6 شهور نشوفوا الكرش نتاع كلاي يبح. دونك الناس تتابعوا فينا استناوا الحلقه الجايه في غرام ستار مع ستار جديد وغرام جديد. دونك نقول لكم تابعونا نهار الخميس في عبد الله شو تايم، نتقابلوا الناس الكل في حلقه. عالم صح. بخلاف الموسيقى كلاي قاعد يلنسي في روحه، قاعد يلنسي في أيوة نعملوا قاعد توا صاحبي ايش نعملوا من ندريس صاحبي برودوي مو شيء برودوي بركة كولابوراسيون جملة معناها مع ماركة معناها الماركة متاع أخونا حمادي أدريس مع كلاي اللي عملنا زوز أدريس وكلاي واحد توا بدينا أخويا بالبوتيك الأولانية الحمد لله شارع باريس البوتيك الثانية في المرسى وانا جايين بشوي بشوي باش نتوسعوا شعب معناها الحمد لله ماشية الامور الحمد لله يعكعك معناها شنو عكعك وحالة معاك هذايا باش نعطيك كلاش عليهم بعد لما ليه 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 عاد ليه عاد صعب ليه مش نقول لهم انا اخويا اللي خسرت انا مش نقول لهم اللي خسرت تفرحهم حتى في تريح بلي انا قلت لهم ماركي لك من السونتر وانت تضيع روتري انت ديما هارد لا كان ديما الياي الحمد لله الحمد لله يا رب. نحن نحبوك ناجح كلاي نحبوك امورك باهيه نحبوك تتطور وخلينا نكملوا نحكيو على ادريس ها معناها توا عندنا احنا ثلاثة شهور بريسك يمكن اقل حتى معناها من ثلاثة شهور 18 برودوي تبارك الله ما شاء الله وال 18 برودوي مطلوبين وديما فما زياده انا نشوفوا قاعدين هذوما الشعب البوماي كان جيت بالصوت ما تنجمش تعدي نعم بظاهره بصح انا خويا في بالي على خاطر لوفرتور من الاول من بعد كي عملت لايف وفي البرودوي الثانيه والثالثه كل مره معناها يزيدوا الحمد لله وهذه هي البروف نتاع محبه الناس واكشفت محليه كي ما يحبوكش الناس على غناك برك يحبوك على ذاتك انت كيما انت من غير ماسك لا شيء فهمتني خاطر واحد ما يمسكيش كيما هو والورقه البيضه النقطه الكحله تبان فيها فهمت صاحبي هكا معناها سينو ابار ادريس اللي هو مشروع ناجح على الاخر واللي هو من روح للروح معناها كي نحكي على ادريس على كلاي واحد فهمتني والناس معناها ديجا فايقه بالموضوع هذايا وفي الجيمنج عندنا صاحبي ميجا بي سي وعندنا اخويا برنامج باش نذاع على اليوتيوب معاهم اسمه ركشه روم اللعبة هذيا في اليوتيوب البرنامج باش نصوروا أول حلقة في بيتي أنا باش نوريهم بيت كلاي اللي عملتها ميجا بي سي هما ما يجيوش يمدوا لك بي سي يجي يمد لخويا بي سي قوية على الآخر بالبيت نتاعها بالغرام نتاعك شنو هاكم معناها باش تشوفوا إن شاء الله بالطاولة بالضو بالكواتروات باللي تحب أنت بالريدوات يعمل لك هي اسمها ركشارو يعمل لك عالمك الغادي فهمتني هذيا الكوبي خويا زيرو باش تهبط إن شاء الله كلاي مبعد خويا بالاسم معناها كلاي زاد اليوم كبر ولا يخمم بزنس يخمم كلاي خويا من قبل كبير اما رزن فهمت رزن معناها اول انا عام خممت فيه في معناها في المصلحه نتاعي ما نكذبش عليه فهمت في المصلحه نتاعي من غير ما نبدل ستيلي في الموسيقى من غير ما نبيع القضايا ومن غير ما نسيب الدوله في حاله بالعصا هكاك صح سينو خلينا نكملوا على الموضوع معناها الميجا بي سي طبعا انت يا سماس ربحت انت معناها الجمعه هذيا كما نقولوا يجيو خويا يقدوا لك البيت الكل مريقل وتذيع الحلقه في الشان نتاع خويا البرنامج هذايا ومعناها بيانتو نحكيو فيه احنا اليوم خميس بنهار الخميس الجاي ديجا الجمعه الجايه ان شاء الله شارك انت باش نربحك بالحياله ولد عايشك عايشك كلاي كلمه الختام وموسيقى قبل كلمه الختام عندنا زاده فما زاده شوبا هذا سي تبيع يبيعوا فيه توسك يبيعوا فيه كل شيء ويشريوا فيه كل شيء بخلاف الزطله بتبيع ضمن التوسكي معناها حاجات السيد معناها هذوما يعملوا في الشهر زوز معناها مسابقات الشوبا اللي يربح في المسابقة هذه ولا اللي يشري من السيت هذاك يبعثوا له سي دي كلاي فيه غناية من اللي مازالوا ما خرجوش وبالنسبة للموسيقى في الآخر ما شاء الله ما يكفيناش الوقت ما شاء الله الحمد لله بالنسبة أخويا الموسيقى ألبوم زي ما كان خمسة غنايات والخمسة غنايات ديما معناها الثانية خير من الأولى والثالثة خير من الثانية
شايرين اخرين انا بحاول الاقي في شهر رمضان ما نهبطش موزيكا، يعني عندنا توا مارس في افريل ما فيهوش موزيكا، في ماي باش تسكر الالبوم وباش تهبط اغنيه على مولانا اثنين، اما موضوع اخر مش هكاك، ستيل فيراج على الاخر سوقتنا صح، اما موضوع اخر كلاي باش نسكروا معاك بموزيكا بغنيه، باش نسكروا؟ باش نسكروا فافيلا، اخترنا من الرومانسيه برشا. أي. فافيلا اول تيتر في البوم زي ما كان. فافيلا اللي في الاخر طلعت حولنا هي الفافيلا والدوله حبت حولنا فافيلا. نسكروا مع كلاي بيجيب فافيلا. لي كيفكم ما نسمعش تبا كيفي ما تصنعش، قولي تربي ولا ترعش بك اشتقتيني يا عم تعديني ما تمنعش، يا ريت تزو في نعش برا منه صارت معش ومن بعد خلص رم ثنيتكم مش كيف نيتي انا عليكم علي حيتي وريق ستيل وحيدة كيتي ومن هنا يبدا العرض يا دولة ما كسيتي حبستيني فضيك حطيتي شويتي لي ميمتي بكيتي فاللي ذا سبانك فر شقيت رقيت طولي ولا ما على بالي دب دب عجمر ملك ومانيش كاري نعمل ايه حلالي الحرف يعرف ابقر فيهم اللي مالي شر وفيهم اللي كلاو نكر وفيهم اللي كلك انت صاحب الغول ومن بعد بيعك عتمر وانا في هدايا كله عايش وحدي جاي موفر لاني ولاني خايف على فلوس اللي في الكوفر عندي موزيكا في كوفر مجتمع في مخ وبوفر رولا دوم وتب الشر ومعدي مع الساحب طولوفر اه يا شعب يسر عبيد قدش سكت وعديد تي قدش عانيت سفريت وحقك جملة ما لقيت اه يا الدولة تعبتك بيتا تحت الحيط البوماي للأزل عقدة لابناء تيد مونتا لسبيلا يحبوا لقويلا كلها بالماسك ملا شقليلا حكمونا قارب مش في المونجيلا حولنا ما تقرب شنعة فافيلا مونتا لسبيلا يحبوا لقويلا كلها بالماسك ملا شقليلا حكمونا قارب مش في المونجيلا حولنا ما تقرب شنعة فافيلا طلب الكبيلة والعرب دي ما تقولوا من وخرج ولد حومه متخرج ننزل ناجي بيب جديد بوكسر قديم وعندي كرش غير بالك ما تتغرش ناكلك وضنك تايزن نعملها مع اولي فيد هوني سيستم التخويف يحب اسبوعنا تحت الزرسن سنتين شاد بالسيف وشعبنا نواب وخرسن دوق وحيدة في الخفيف يا دولة نوصل هوني ونرجع باش نعمل قد ما عملت البايرن للبرسا نمشي دبا دبا الكل هتجري وحد ما فاتني كليت السوشي كليت الصبة كليت الحجر وشي ما كادني عكس الدنيا قوة وزيتني انا نسيتها مش نسيتني مانيش كلي خنت وصاحبته يغني داتني سكرة داتني ولا داتني سكرة داتني ولا داتني سكرة داتني زبالة يحبوا لقويلة كلها بالماسك ملا شقليلة حكمونا عقارب مش في المونجيلا حولنا ما تقرب شنعة فافيلا منطا زبالة يحبوا لقويلة كلها بالماسك ملا شقليلة حكمونا عقارب مش في المونجيلا حولنا ما تقرب شنعة فافيلا لا 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 رجعنا 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 مع عبدلي شو تايم رجعنا مع عبدلي شو تايم ايه عم قبل ما نتعداو الجونا متاع العادة نحب نقولكم تفرجوا في الروبريك الجديدة متاعنا كاستينج سوفاج عسلامة في حلقة جديدة من كاسينك سوفاج اليوم هبطنا للشارع حبيب رفيفة باش نكتشفوا برشا مواهب عند التونسي كالعادة باش نخرج الممثل اللي فيه الوضعية اللي باش يمثلوها اليوم روميو اي جولييت نكتشفوا ببعضنا قدامكم كاميرا خرج الممثل اللي فيك متفاهمين؟ اوكي نبداو يلا حبيبتي انا احبك كثيرا برشا 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 او ساشرب ماء الفرق واموت يا قلبي روميو حبيبي أرجوك لا تتركني وحيدة وحيدة شكون وحيدة؟ وحيدة تفاوينك لباس وحيدة بين بنات جيلي إلهض يا روميو إلهض إلهض برأس أم أمك برأس أم أمك إلهض أمان لنشرب ماء الفرق نشرب ماء الفرق ونموت ونموت مبعضنا
حبيبتك ماتت موت خير كلها راهو ابكي عليه ابكي عليه. جولييت وين مشيت يا جولييت؟ صحيح جولييت اوه يا جولييت خليتني لا تتركيني وحيدا يا جولييت راح اشرب السم يا جولييت لاجلك واموت يا جولييت. حبيبتي لا تتركيني وحيدا مع هذا الشعب والا ساشرب ماء الجير والا ساشرب ماء الفرق. حبيبتي ساموت يا الهي ساموت. حبيبي لا تتركني وحيده. لا انت لا تتركيني ساشرب ماء الفرق ساشرب ماء الفرق معه. حبيبي لا تتركني. هو ميت وهو ميت. قولوا لي روميو اخوخ الكاميرا روميو روميو لا تتركني وحيدة روميو روميو لا تتركني وحيدة ارجوك. قد حييت قد حييت قد حييت يا جولييت. انا احبك كثيرا وانا ايضا جولييت. روميو ايه جولييت اوكي نحب برشا شيخة وبرشا انرجي نجو تقراو بالتليفونات مهم انرجي طالع يلا ارجوك جولييت اريد ان تحبيني ان تموتي فيها عشقا كي أزداد وسامة وسأشرب السم من أجلك. حبيبي روميو لا تتركني وحيدة بين بنات جولي أرجوك اذهب لنشرب ماء الفرقة ونموت معا. اذهب اللي راح من عمري راح 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 واحنا ملينا الرجوع. أخي بك يا زعلي راكي طولتي بالغربة شديت الحباد اللالين عليا وانا زلغالفا. اعطي غنيت فرير غني جولييت وغني مهم عملي جولييت عاود اقعد انت ميت جولييت باسي ياس جولييت ارجوك ارجوك يا نادي جولييت يا نادي يا نادي انا مازال قلبي منك يا مابرا ويا مانيش ظلمك جيت نسامحك جيت نصفي لي بيناتنا يا مراد بها تعرفي انا لك متخبنك انا درت لك ما تمنيتي وقلت امرا ونص حسبت قلبك عشاق بيا يحسو يا ساعة انت يا امرا بالدالة بالدالة يا جوليا يا حبيبي روميو لا تتركني وعيدة عبدالي